الباب الثاني في العجب وأسبابه. اعلم أن العجب قادح في العمل مهلك لصاحبه، وهو آفة المتعبدين من الأولين والآخرين، وآفته أعظم من آفات الذنوب، لأن الذنوب ربما انتبه العبد فتاب منها، والمعجب لا يكاد يتوب، أعاذنا الله تعالى منه. يروى عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله: سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. بمعنى سيئة تقع فيها، يقع فيها الإنسان زلة، ولكنها ساءت لأنه سوء أدب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ساءت لكن نفسه غالبة قاهرة، هذه أهون. هذا ليس إغراء بعمل السيئات، لا، لكنها أهون من حسنة يفعلها الإنسان فيدل بها على الله، كأنه يعني ذلك منه منة وفضل. سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. فالعجب هذا موجود في قلوب الناس، قد يقول الإنسان صافي القلب طاهر القلب نظيف الضمير، قد يقول سبحان الله كيف إنسان يعني، نعم موجود، الساحة ملأ، ساحة أهل التوحيد ملأ بهذا، وتشوفوها الصور في مواقع التواصل اليوم، شوفوا كيف الصور، إنسان يعني منحرف في فكره ينصح مرارا وتكرارا، ويقال له انزين تعال نجلس مع بعض، تعال لعلك ما فهمت، لعلك ما فقهت، لعلك كذا، يقول من لا أريكم ما إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، من هذا الذي هو أعلم مني؟ ما حد، الأدلة عندي والحجج والبراهين عندي والفلسفة عندي والمنطق عندي والاستدلال عندي وكذا، أصلا واضح من كلامكم أنكم ما. هذا العجب هو طامة الطامات التي ابتليها والمسكين ما عارف. هذه واحدة. ثانية، أن كثيرا من الناس يخرجهم هذا العجب، طبعا أصحاب العجب يخرجهم هذا العجب، يخرجهم من الطاعة الحقيقية وصورها، يخرجهم تلقائيا. أما ترون إنسان كان في المساجد من أرباب المساجد، ثم لما درس في الخارج ولا في الداخل ولا حصل شهادات ولا شيء، كبر رأسه وخرج عقله من جمجمته، ما وسع العقل داخل، عاد يبغى مكان يشم هواء، فخرج حتى عقله من جمجمته، فصار يقول كلاما غريبا عجيبا، يقول العلم عندي أنا فقط، رغم أن علمه الناس كلها ترى أنه أخرجه من المسجد إلى حيث لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أخرجه علم هذا الجديد الذي يعتز به ويفتخر به، أخرجه من بيوت الله، فصارت بيوت الله عليه ضيقة، ضيقها الله عليه لأنه ما أحبه فيها، نسأل الله العافية. وهو رغم ذلك يقول ما حد يعرف كما يانا، يقول أنتم مقلدون، أنتم أهل التقليد، أهل التراث، أهل كذا، نحن أهل الحداثة والتنوير والتطوير وإلى آخره. زين، إذا كان هذا التطوير يخرج الخلق من بيوت الله سبحانه وتعالى فلتهنأ به، أما عباد الله سبحانه وتعالى فتركهم ساكين في هذه البيوت، هم الفقراء، ولا خلهم، قال تركهم، انت غني استغنيت خلاص، نسأل الله العافية، سلوا الله دائما العافية، مع كل حسنة ومع كل طاعة ومع كل خير تجدونه في أنفسكم. أنتم ترون اليوم تقلب الأحوال، شيء عجيب الذي يجي يعني يتفكر فيها، يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، يقشعر بدنه يعني شعره منها، يخاف على نفسه، ولذلك يلهج الإنسان الخائف من مثل هذه الأمور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم قلبي بين يديك ليس بيدي، هدايتي وتوفيقي بيدك، اللهم لا ترفعهما عني، اللهم لا ترفع نظرة اللطف عني يا رب العالمين، أنا ضعيف، جبلتني على ضعف العبودية، في كل شيء أنا ضعيف، وأنا إليك فقير في كل شيء. هذا هو الإنسان الذي يخاف، ما هو يطش لك في كل مكان، في القنوات ولا في الندوات ولا إلى آخره، يفتخر بنفسه. هذا العجب زين هو مصيبة المصائب في الناس اليوم، مصيبة المصائب، ويتبعه عاد ما يتبعه من حسد وإلى آخره.